لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى وأجمل بنات في الدنيا. حبيب قلبي، النهاردة أنا جايبة لكم وصفة رائعة جدا جدا جدا، وصفة مميزة، وإن شاء الله الوصفة دي نتائجها جميلة قوي قوي. الوصفة دي بتزيل الشعر إن شاء الله، وبتخلي الشعر يقل نموه خالص لحد ما مش هتلاقي ينبت ليكي شعر أبدا. وصفة جميلة ومكوناتها بسيطة جدا، هنقولها دلوقتي وهنعملها مع بعض، مش هتكلفك أي حاجة. قبل ما نبدأ وصفتنا حبايب قلبي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو الفيديو عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان كل وصفاتي الجديدة توصل لكم بإذن الله. كل اللي هحتاجه النهاردة يا بنات في الوصفة بتاعتنا، أنا هحتاج نوع من أنواع الزيوت رائع جدا جدا في إزالة الشعر وبيخلي الشعر ما ينبتش أبدا، وهو زيت السعد. ولكن انا هقولك انا هستخدمه ازاي وهضيف ليه ايه، خليكي معايا لاخر الفيديو. الوصفة دي ممتازة جدا جدا ونتائجها رائعة جدا جدا. انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هاخد معلقة واحدة من زيت السعد، هحطها في الطبق بتاعي بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، هنحط معلقة فقط. هضيف عليها معلقة واحدة من عسل النحل، ويفضل يكون عسل نحل اصلي عشان نتيجة الوصفة تبقى كويسة معانا. انا هضيف معلقة من عسل النحل بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، انا ضفت معلقة من عسل النحل على معلقة من زيت السعد. زيت السعد يعني اعملي بحث عنه وانتي هتعرفي فوائده الجميلة والرهيبة جدا جدا في ازالة الشعر. واخر مكون هضيفه معايا هو نصف ليمونة، هناخد منها قطرات بسيطة، يعني انا مش هاخد نصف ليمونة كلها لان دي كبيرة بالشكل ده. انا اخدت منها يعني تقريبا 5 6 قطرات من الليمون، وهبدأ اقلب بقى الوصفة بتاعتنا. هنقلبها كده بحيث ان انا ادوب العسل مع زيت السعد. والله يا بنات الوصفة دي زيت السعد ده اصلا يعني لوحده كده رائع جدا في ازالة الشعر، يعني بنات المشعرة بتستخدم الزيت ده ممتاز جدا جدا. زي ما احنا شايفين كده اهو، انا قلبته بقى معايا الخليط زي ما انت شايفة كده. انا هستخدمه بقى ازاي؟ طريقة استخدامنا للوصفة دي رائعة وسهلة جدا جدا. اول حاجة طبعا لازم تزيل الشعر الاول. بعد ما نزيل الشعر هتبدأي تدعكي المكان، منطقة العانة او اي مكان في جسمك في شعر، لو انت مشعرة اعملي بيها جسمك كله، لكن طبعا هتضعفي الكمية، يعني ممكن تحطي 4 أو 5 معالق من عسل النحل على 4 أو 5 معالق من زيت السعد، وطبعا هتعصري ليمونة كاملة او نص ليمونة. وهتبدأي بقى تعملي ايه؟ هتجيبي اي مناديل عندك او مناديل ميك اب، وهنبدأ. انا معايا هنا منديل من مناديل الميك اب، هبدأ اخده كده وهغمسه في الخليط بتاعي كده اهو زي ما انتم شايفين. وهتيجي عند مكان مزيلة الشعر تبدأي تدعكي كده، تدعكي ادعكي جامد قوي، وخلي المسام تتشبع بالزيت ده بالشكل ده. والله يا بنات هتجربي الوصفة دي وهتشوفي، هتدعيلي الوصفة بتاعت زيت السعد دي مضمونة 100%. هتدعكي كده وهنفضل ندعك بالشكل ده لحد ما الجلد يتشرب خالص من الزيت والليمون وعسل النحل. هتسيبيه على المكان لمدة نص ساعة وبعد كده اشطفيه. هتكرريه كل يوم لمدة اسبوع، هتشوفي نتيجة ممتازة جدا 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 جدا. ان شاء الله الوصفة دي فعالة وبتقلل نمو الشعر تماما. لو في كمية اتبقت منك ممكن هتعبيها في اي علبة عندك صغننة وهتشيليها، احتفظي بيها في التلاجة وهتستخدميها ان شاء الله كل يوم لمدة اسبوع بعد ازالة الشعر، وهتشوفي نتيجة كويسة، هتقلل معاكي الشعر وهتقلل نموه خالص. انا عايزة اعرف رأيكم في الوصفة دي، لان الوصفة دي جربتها وممتازة جدا جدا ونتائجها رائعة
هتشوفي بنفسك. يا رب يا بنات الفيديو النهارده يعجبكم تستفادوا بيه ان شاء الله. فيديو النهارده مميز جدا وان شاء الله هيعجبكم. فيديو النهارده ان شاء الله يعجبكم تستفادوا بيه. الوصفه ديت اوعي اوعي ما تجربيهاش، ان شاء الله تجيب نتائج كويسه جدا جدا في ازاله الشعر وتخلي الشعر يقل جدا جدا ومش هينبت تاني، وخاصه البنات المشعره اللي بتعاني من كثره الشعر. حبيب قلبي اذا عجبكم الفيديو متنسوش تحطوا لايك للفيديو وشيروه لكل اصحابكم، وعايزه اعرف رايكم في الوصفه، اكتبوا لي الوصفات اللي انتوا عايزين تشوفوها على قناتي وان شاء الله بعملها لكم. واستنوني في فيديو جديد مع زيزي كل حياة. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.